عروب الحسينان، خبيرة استثمار تقني وأول مدربة كويتية في سلسلة التوريد والاستيراد الإلكتروني، وعضو نشط في الشبكات والجمعيات والاتحادات المختصة بريادة الأعمال. وحديثنا بيكون معاها عن عدة مواضيع تفيد الأسرة والأفراد في مجال الاستثمار التقني. عروب الحسينان، يا هلا فيك بالظهيرة. بعد الترحيب، حياك الله عروب ويانا في الظهيرة. احنا بنتكلم عن مصطلح مهم اليوم. احنا نقول في برنامج الظهيرة العائلة متجمعة، فاحنا ما نخص بالذكر لا أب ولا الولد اللي حديث التخرج أو يبي يتوظف. بشكل عام شلون نقدر نستثمر؟ أول شيء مساكم الله بالخير، حياك الله المشاهدين. أكيد احنا بدينا على طول في موضوع الاستثمار، شلون نستثمر. خلي اقول لك اول شيء شنو هو الاستثمار. يعني اليوم لما تقولي انا بزرع الاستثمار في العائله، الاستثمار كلمه وايد كبيره، الناس يسمعونها ويتخيلونها. يعني انت اليوم كنت تخيل الاستثمار شيء، انا عندي مفهوم الاستثمار شيء، والمشاهد انت استثمار شيء. فخلينا نشوف شنو هو الاستثمار وشنو طرق الاستثمار. يعني اليوم الاستثمار بحد ذاته نفس الزراعة، أنا جاي دائما أشبهها بالزراعة. اليوم أنت لما تزرع تحط بذرة وتنطرها تكبر لما تصير زرعة، نفس الشيء الاستثمار. لكن اليوم عندنا عدة طرق مختلفة للاستثمار. عندنا الاستثمار المالي، ممكن ينقسم إلى الأموال نفسها تستثمر فيها في تجارة أو في أسهم، الاستثمار في الأصول إذا مثلا أنت عندك عقار أنت قاعد تستثمر فيه، الاستثمار الذاتي اليوم أنت تستثمر في نفسك، في تعليمها، في أنك أنت تخلي عندك مهارات تجيب لك مال بالتالي تستثمر فيه. فلو بنرجع للنقطة الأساسية في الاستثمار، متى ما أدركت صار عند الأسرة إدراك في قيمة المال صار الاستثمار. جميل. بالمقابل أستاذة عروب، يعني يمكن هناك في بعض الأفراد في المجتمع لهم نظرة سلبية عن المال، يعني ما يعتبرونه شيء أساسي، شيء مهم. في أمثال يمكن بالمجتمع ساعدت على مثل هذه الثقافة، فشلون نرجع للناس الثقافة المالية وأن المال مهم واستثماره أهم؟ يعني تجميع المال شيء واستثماره شيء آخر. الاستثمار أنا ربطته في قيمة المال. أنا اليوم لما نسألك شنو قيمة الأموال، المال شنو اللي يعطي قيمة؟ في النهاية يعني في طفل مرة سألوه إن شنو مفهوم للمال عندك، الفلوس؟ قال ورق. هو صحيح إنه ورق، جابوا له ورق عادي، قالوا لا إذا هذا روح اشتري فيه. قال لا، أنا ما أقدر أشتري في هذا الورق، أقدر بس أشتري في ورق مخصص. إذا شنو اللي عطى هذا الورق قيمة؟ اليوم إحنا نتكلم عن شيء فاليو، شيء قيمة. مثل ما تفضلتي قلتي في أمثال، يعني أتوقع يمكن هذه شوية من الأفكار اللي درجت في الماضي في الثقافة المالية. مثل عندك المثل المال أو الفلوس وسخ دنيا، وفي القرآن قال زينة، المال والبنون زينة. زينة. إذن اليوم ليش أنا قاعدة أقول إنها يعني في الأمثال وفي العادات وفي التقاليد أو يعني في المفهوم اللي بنبنى عندنا إنه والله الفلوس هو وسخ، هو مو شيء جيد، دائما في فكر. حلو عروب، خلينا نتكلم عن الفرق بين الادخار والاستثمار. في ناس عندها فكر ان انا ادخر اذا معناته انا خلينا نقول بامان، بالسيف سايد بجانب. لكن الدراسات والنظريات الماليه تقول ان هذا ليس، يعني هذه الفلوس ممكن تفقد قيمتها. صحيح. يوم من الايام. صحيح. فالاستثمار هو الأفضل، إيش رأيك؟ طبعًا المال يفقد قيمته سنويًا، يعني كل سنة وسنة المال يفقد قيمته. عشان كذي أنا أرجع حق قيمة المال في 6 نقاط لازم يعرفها أي شخص عشان يعرف يتعامل مع المال. المال ليش أقول لك ثقافة؟ أنت بالنهاية قاعد تتعامل ويا شيء ملموس. أنا دائمًا أقول حب المال مو شيء غلط، لأنك أنت ما تقدر تتعامل وشيء أنت ما تحبه وتحس إنه هو ممكن يكون إنه سلبي عليك. فأنا لما أحب هذا المال أعرف أتعامل معه، أعرف قيمته وأعرف شلون كثرة. فإذا عندنا 6 نقاط مهمة. حلو. في الادخار أو في الاستثمار، أول شيء إن أنا أعرف شنو هو المال.
شنو تاريخ المال؟ هل في مرة سألتي شلون قبل كان الناس بدون الأموال؟ الأموال توها طلعت من سنوات معينة يعني. نعم. ما كان قبل في مال، كان في مقايضة. كان في مقايضة بالذات. بعدها راح على المال تحول إلى الدعوم في الفضة والذهب، بعدين عملات المدعومة في الفضة والذهب، إلى أن وصلنا إلى العملات وسوق الصرف. إنزين شنو تاريخ، شنو أهمية المال؟ ليش مهم؟ أنا لازم أعرف هو ليش مهم. بعدين شلون إدارة هذه الأموال؟ أنا صار عندي مال وعرفت شنو تاريخه وعرفت شنو قيمته وأهميته، شلون أديره؟ وبعدين أنا شلون أعرف مصادر الأموال؟ بالنهاية من وين قاعد تأتي الأموال اللي عندي أنا عشان أديرها؟ وآخر شيء أختمها في تحريك الأموال اللي هو استثمار. أنا اليوم أحرك المال بطريقة يرد لي في عائد، يعني الفلوس إذا أنت خليتها أو المال إذا خليته يفقد قيمته. فاليوم فلنفرض أنت راح تشتري شيء، فلنفرض في 1000، بعد سنة هذا 1000 ما راح تقدر تشتري فيها هذا الشيء نفسه بالضبط. فإحنا نستثمرها إما في أصول إما في مشاريع. اليوم أنا أقول حق كل أفراد الأسرة حتى الأطفال، وهما يعني وارن بافيت أغلى أو أغنى رجل في العالم قال إن الآباء والأمهات دائما يغلطون في تعليم أبنائهم الأموال. ليش؟ لأنهم لا يبدون مبكرا. نعم. إن ما عند البداية المبكرة لما يصيرون كبار يعلمونهم. إنزين وهم صغار ليش أنا ما ثقفتهم؟ ليش أنا ما علمتهم؟ لأن الطفل الصغير ممكن إنه يدخر وممكن إنه يستثمر حتى في عمر صغير أو في سن المراهقة. موضوع استثمار المال بحر جميل، الواحد يقدر يتكلم فيه أكثر. أنا في نقطة قبل شوي ذكرتيها، واللي هو مرات الإنسان ينسى يقدر إنه يستثمر بنفسه. صحيح. كل بني آدم من رب العالمين عنده طاقات. صحيح. وايد ناس تروح حق الأضعف من طاقاته يبي ينميها وينسى الأقوى. فهذا أكبر غلط يسويه البني آدم. في عنده شيء بيده قوي هو يقدر يسويه ويقدر يكون مبدع فيه ويطلع من وراه فلوس. صحيح. هو لا، يقول أنا في أشياء ما أعرفها أبي أتعلمها ويهد هذا الشيء. صحيح. فاستثمار الذاتي إذا نبي نتكلم عنه أكثر، وشلون البني آدم يعرف أنا بشنو زين علشان من وراه أنا ممكن أطلع مبلغ مالي. طبعا اليوم كل واحد أدرى بمهاراته، يكون عندك مهارات مثل ما تفضلت قوية وضعيفة. دائما المهارات القوية حتى لو كانت بسيطة، أنا أقول حتى للأطفال التدوين هذا يعتبر مهارة، المساعدة يعتبر مهارة، بيع الأشياء الصنع اليدوية هذه الأشياء. صحيح. التحف أو الأشياء اليدوية يعتبر مهارة. اليوم حتى الفويس صار مهارة، الصوت صار مهارة. إذا في عالم التكنولوجيا وايد شفنا من الناس اللي كونوا ثروات، ترى أساس الثروة مو بيع وشراء، هم عندهم مهارة داخلية عرفوا يستخدمونها ويطلعونها للعالم. فهم خذوا هذه المهارة اشتغلوا عليها في تطويرها، في التالي جاب لهم دخل، وإحنا نسميه الدخل السالب مرات، اللي وأنت قاعد وأنت نايم عندك دخل ثابت من موقع، من دورة قاعد تنباع، من كتاب أوريدي شغال. فإذا هل هذا هو الاستثمار التقني؟ هذا جزء من الاستثمار التقني، إنه يكون عندك دخل سالب، يعني في دخل قاعد يجيلك وأنت ما تعبتي فيه إلا في بدايته، في تأسيسه. وكذلك التجارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية تعتبر من الاستثمار التقني. يعني اليوم شنو في شيء تتوقعينه ما تقدرين تسوينه في الأبليكيشن أو في الموبايل؟ كل شيء فعلياً، كل شيء. حتى اليوم في تطبيقات، يعني من كثر ما الدنيا وايد تطورت، تحسب لك أنت كم قهوة شربت في الشهر، وكم قاعد تقط مصاريفك ونفقاتك. نعم. وش كثر قاعد توفر. وكذلك في حتى ألعاب، يعني جيمز، أنا أعطيها كل أعمار الأسرة، تعلم الطفل إدارة المال وتخليه أعرف الفرق بين الأموال في صرفها، في العطاء. العطاء هو طبعا احنا بنقسم المال الى 4: صرف وسيفنج اللي هو توفير. حلو. وعطاء واستثمار، 4 اصناف. جميل. بالمقابل الاستثمار التقني شنو اوجهها غير التجاره الالكترونيه؟ أي هل في له اوجه ثانيه؟ اي شيء ممكن تستثمرينه تقنيا. يعني انت اليوم في مشاريع تقنيه ممكن تدخلين في مشروع ابلكيشن مثلا، مو شرط انه يخدم القطاع التقني، مثل ريتيل اللي هو بيع التجزئه. نعم. تبيعين منتجات، لكن هذا هذا النوع من الاستثمار طرح كاستثمار تقني في التقنية، أنا أقصد في التكنولوجيا نفسها. حلو. فالاستثمار التقني بحر، يعني أنا أقول لك من كل، حتى في المطاعم أو في الفود، أو يعني في الفود مأكولات مشروبات دخل فيها الاستثمار التقني. صحيح. حتى في الأشياء الملموسة أنا أقصد. نعم. أستاذ عروب، يمكن إحنا الحين في هذا الزمن قد
نقدر نقول البعض وليس الكل، علشان لازم نحط كلمة البعض والناس تزعل، ما تشمل يا عبد الله كل الناس. المصاريف زادت والناس بلشت تصرف أكثر وأكثر، والقعدة في البيت خلت الناس بالفترة اللي طافت تصرف أكثر وأكثر، ولكن في المقابل في ناس تقول لك أنا أطلع دبل الدبلات علشان كذي أنا أجازي نفسي بالصرف. أما العكس اللي هو سلبي، هذا اللي قاعد يصرف والدخل عنده ضعيف حيل والصرف عنده أعلى من كذي، هذا الله يعينه ويحتاج نفس الأستاذة عروب الحسينان اليوم اللي كانت منورتنا في برنامج الظهيرة من خلال المعلومات والنصايح اللي قدمتها. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا لك عروب على تواجدك معنا اليوم وعلى المعلومات اللي أتحفتينا فيها. وطبعا دائما عندنا مشاريع، يمكن لاحظنا من خلال برنامج الظهيرة استضفنا العديد من أصحاب المشاريع الكويتية. صح. اللي فعلا كانت ناجحة واللي يمكن قدرت حتى تتجاوز أزمة كورونا. صح. في أن هي تنجح البزنس مالها أو العمل مالها. الكويتيين شطار ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن، الخليجيين شطار. العالم كله في شطار. أنا صرنا الحين دقيقين حيل بهذا الموضوع. عموما في برنامج الظهيرة عندنا ضيوف نستفيد معاكم من خلال المعلومات وأيضا الحصيلة العلمية اللي عندهم، وأيضا عندنا بعض الأعمال التراثية والفانتازيا الخاصة اللي تودينا للزمن الجميل في برنامج الظهيرة. خلينا نشوف يا بعض فقرة شخباري.